FM. الكلمة ليك. كود كار. بطاقة شكر تمشي لقيم عام واحد آخر. قيم عام أنقذ أكثر من 40 تلميذ من محرقة في مبيت السبيخة. أكيد تعرفوا الحادثة. اسمه محمد صالح سراج اللي إنسانيته غلبته وخلته برغم النار الشاعلة أنه ينقذ الصغيرات من موت محدق. اليوم نجموا نقولوا أنه مازال الخير في الدنيا، مازال فما ناس عندهم قدر من الإنسانية. هي ملحمة جديدة لمواطن بسيط حافظ على الأمانة وكان على قدر المسؤولية برغم أنه حياته كانت مهدة. قداش احنا محتاجين الناس تبني مش تهدم، قداش محتاجين الناس مؤمنة ببلادها بناسها ويحب الخير الغير وكما يحب الغير روحه، في حين أنه مجرمين خونة قاعدين يقوموا بمخطط واضح ومدروس لإشعال المبيتات في ظل صمت رهيب من الدولة اللي لحد الآن لا مؤتمر صحفي ولا توضيح ولا والو. وربي قدر الخير. كود كار. كاب اف ام. الكلمة ليك.